كان سؤالي اللي جاي هو لما ابتديتي تبلشي باللبناني لما بلشتي لما بلشتي الكتابة، ايه الاهتمامات اللي طرأت على ذهنك في اللحظة ديت وقلتي انا هدخل في الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني، انا همين الهم ده عايز اكتب فيه، الهم ده عايز اكتب فيه، لان طبعا الدنيا واسعة والاهتمامات كثيرة ومتنوعة وبلا حدود. نعم. فانت رميتي شباكك فين، في انهي بحر عشان تصطادي لقلقك وتطلعيها للقارئ بتاعك؟ طبعا انا بما اني مرأة فالهم المرأة هم كبير، ده اول واحد، اول هم. بعدين التراث، يعني انا مرأة وانا مهاجرة، التراث. والمرأة بما انها هي حامل للتراث، انت اذا بتلاحظ المرأة هي كل شيء، هي طبعاً اللي بتعنى بدورة الحياة ودورة الحياة، الولادة، الموت، الزواج، كل شيء هيدا، وهي اللي بتربي الراجل، وهي اللي بتربي، يعني الراجل كل ما يتعلق بالتراث وحفظ التراث مسؤولية المرأة. أنا ليه قلت لك بالبداية أنا تعلمت من أمي، أنا أمي علمتني تراث، ما كنت أعرف جذور وشو هو هيدا بوقتها، ولكن لما درسته لما بحثت فيه عرفت أنه أمي كانت حاملة تراث، وهي حسب اليونسكو، حسب اتفاقية اليونسكو أو حسب تصنيف اليونسكو للناس اللي مثل أمي، أنه هي كنز بشري حي، لأنه هي ناقلة شفوي شفوي للتراث، منها تعلمت الغير مكتوب، الغير مكتوب، منها تعلمت مثلا الدلعونة، الروزانة، هول أغاني تراثية أنا تعلمتهم من أمي، سمعتهم من أمي. الأكلات اللبنانية تعلمتها من أمي، طقوس الزواج اللبنانية تعلمتها من أمي. وبحاول أن أقولها لا، وهلأ أنا بحثي كمان بالتراث، يعني عندي بالإضافة لكل هالكتابات هيدي أنا بحثي بالتراث اللبناني المهاجر، وهيدا قدمته بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر بالسنة الماضية، كان في ملتقى وقدمت بحث وسجل لإلي التراث المهاجر، كان أول تراث غير المادي، فكان أول ناس بيلتفتوا للتراث الغير مادي برا بلده، يعني كل الناس كتبت عن التراث ببلدها، في بلدها الشخصية. أما أنا برا، أنا تابعت التراث برا لبنان، فتحت الدائرة أكثر. شو حملنا معنا نحن كمغتربين، شو بقي من تراثنا، وشو اكتسبنا، ما أنت في مدخلات وفي مخرجات، أكيد بالضبط. شو اكتسبنا كمان من التراث، أو من التراث اللي حوالينا، من البيئة الجديدة اللي نحن جينا فيها. فهيدا كان من ضمن اهتماماتي. والمرأة، المرأة أنا امرأة شرقية طبعا، وطلعت على مجتمع غربي، أكيد كل شيء بيختلف بالنسبة للمرأة بالمجتمع الغربي. وعالجت القضية يعني نحن أساسا بلبنان ما عندنا تضييق على المرأة، لا لبنان دول عمرها دولة منفتحة، ودولة انفتاح هي جزء من الغرب، ولكن من وراء كتاباتي ومن وراء تواصلي مع مثلا قصة هيدي قصة رغبات مهشمة البطلة، عايزين نرجع لها من بعد إذن فكان ضروري أنه اهتم بالمرأة وحرية المرأة، حرية التعبير، حريتها تقول إيه أو لا، إمتى ما بدها، حريتها أنه تتعلم، حريتها وتعبر باختيار عن رأيها. طبعا تعبر عن رأيها، اختيار الشريك، لأنه نحن بالشرق معروف عنا أنه المجتمع مغلق والدين بيفرضوا سلطتهم على الذكورية، الثقافة الذكورية. هلأ هذه هون الذكورية ممكن مرأة تكون ذكورية، ممكن ثقافية، ممكن هو هيدا مصطلح أنه مكتسب. نحن وقتها منقول فيها الست بمئة راجل مثلا، بس ده معنى تاني، ده مقصود بأنها يعني قوية. هلا السلطة الذكورية والسلطة البترياركية مثلا، وهالقصص هيدي طبعا كل هالعوامل بتأثر على المرأة وبتحد من إبداعها، إذا بدك تقول بعالم الإبداع، أو بتحد من حريتها، بتوقده تماما. وكمان مش بس الذكورية بتوقد إبداعها، المرأة توقد إبداع المرأة الموت، يعني في إزاي دي بقى؟ نيجي بعالم الإبداع، ما في مرأة ليه للسيدات اللي بيساعدوا سيدات أخريات أوكي لحتى ينطلقوا أوكي
يعني أنا هول شفتهم بالفترة اللي أنا بشتغل فيها اللي 3 سنين تقريبا بشتغل بالإعلام وعندي بعمل بستضيف ناس وبجيب ناس وبتعامل مع سيدات عظيم. وبتعامل من كل الجنسيات ومن كل الخلفيات فبلاقي هالشي هيدا أنه المرأة ما بتحب تساعد مرأة تانية، يمكن هالغيرة بيناتهم، ما ده مش يمكن، ده هي كده، ده هي كده يعني, يعني أنا ما بدي أقول هي كده. والمرأة أيضا عدوة نفسها، مثلا أنا لما بما أني متابعة قصص التراث أنا لما بكون لما كنت بمصر في أشياء كتير من التراث بيأذي المرأة، حتى بيأذيها هي ذاتها بيأذي حالها وبذات الوقت موروثات بتتعامل فيها مع بنتها وبتتعامل فيها مع كنتها، صح، فبتنقلها للمرأة. ده نتيجة للجهل بقى، ده نتيجة للجهل. المرأة المثقفة مش هتعمل كده، المرأة الجاهلة ده أكيد، عشان كده بنحارب الجهل. نعم، فنحن يعني مش كل التراث ممكن نحن ننقله للأجيال. في تراث بيأذي، ده صحيح، في تراث بيأذي، في موروثات عايزة تتولع فيها خالص، في موروثات يعني. عايزين نحن نغربلها ونقول لا، هيدا بفيد المرأة، هيدا لخدمة المرأة، هيدا لصحة المرأة، صحة النفسية والجسدية وصحة الرجل كمان بذات الوقت. فهيدا كان هو الهم اللي أنا عم اشتغل عليه.